الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن وضمن مجموعة ميادين دبي، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق هذا الصباح الذي خصص لفئة الحجائج، والذي يأتي بالتوجيهات السامية من المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة وتشجيع واهتمام من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبمتابعة أيضا وأوامر من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رعاهم الله على البركة. ننطلق بأول الأشواط الافتتاحية، أشواط الحجايج الأبكار لأبناء القبائل مع الثلاثة كيلو مترات، مع هذه الانطلاقة الأولى ترحيبنا أبي رئيس هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي الذي نتشرف بحضوره لمتابعة هذه الأشواط. ترحيبنا أيضا بكل الأخوة الحاضرين الذين توافدوا على أرضية هذا الميدان للمتابعة أول المشاركة. أيضا هذا فريق العمل يحييكم بأجمل تحية، محدثكم من وراء الميكروفون سالم بن ركاض العليلي وزميلي أيضا محمد بن سعيد بن معدن على البركة. نبدأ مشوارنا الصباحي مع هذا الجو الماطر، مع هذه الأجواء الجميلة. نذهب بشوطنا الرئيسي، ننطلق إلى مقدمة الشوط لنتابع الصدارة ونتابع الافتتاحية. على المركز الأول هملولة علي بن سالم بن سليم من يسجل هملولة في أول المراكز. أما المركز الثاني تأتينا الشاهينية سالم بن سعيد بن علي المسافري ثانيا. النقلة التالية إلى المركز الثالث ندى مبارك بن سهيل بن مبارك الذي يأتينا على المركز الثالث، والنقلة التالية إلى المركز الرابع، المركز الرابع مياسة محمد بن سيف بن علي بكليب، ونقلتنا التالية ستكون على المركز الخامس. المركز الخامس أرى فريدة علي بن محمد بن مطار بن غدير، وسادسا شعار أبو عبد الله على ظهر الشايب حميد بن سيف بن كعيب. أما النقلة التالية إلى المركز السابع وسابع المراكز همايل عتيج بن علي بن خفية، والمركز الثامن المركز الثامن تحمل شعار السيد خليفة بن علي بن خليفة الرميثي اللي هي بنت المشير. هذه الثمانية المراكز الأولى، وناخذ أيضا ندانا ونكمل مع المركز التاسع ملوح الحمد بن سالم بن سليم، والمركز العاشر الوصول من قبل الرباعة سلطان بن عبد الله بن دميثان. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. يا سلام يا سلام، الشوط الأول يا عرب غير حساس يا أهل الهين حساس. نعم نعود إلى الشوط، نعود إلى مجريات هذا الشوط، ونعود إلى ندى مع 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 المركز الأول مع التحدي والإثارة والإبداع. تحمل شعار السيد مبارك بن سهيل بن مبارك على مقدمة الشوط على المركز الأول مع زخات المطر ترقص على أرضية الميدان. أما المركز الثاني مياسة محمد بن سيف بن علي بن كليب من يقدم مياسة في ثاني المراكز. النقلة التالية إلى الشايبة حميد بن سيف بن كعيب. هذه الثلاث المراكز الأولى، هذه الثلاث المراكز الأولى، ولكن ندى راحت عن الشوط، ندى راحت عن الشوط ترقص على أرضية الميدان، ترقص مع المركز الأول. أما المركز الثاني مياسة محمد بن سيف بن علي بكليب في ثاني المراكز، ولكن نعود. يا سلام يا سلام يا ندى، يا سلام يا ندى، أنت 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 قد المسؤولية، أنت قول وفعل، ولكن نهني الفعل أيضا من مياسة، من مياسة قادمة بهجمة قوية، قادمة بهجمة قوية مع شعار بكليب، مع شعار بكليب. الشوط الأول، الشوط الخطير، الشوط الحساس. الناموس وين؟ الناموس وين؟ أين يذهب؟ أكيد 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 أن بيكون مع الشعار الأصفر بالأسود، مع الشعار الأصفر بالأسود.
يحاول يتجاوز في هذه اللحظات مع مياسه، مع مياسه، نعم تتجاوز بدون تعليمات، تجاوز اوتوماتيكي للمقدمه الى ناموس هذا الشوط، نعم هذه مياسه، مياسه العود، مياسه العود، اتتنا بهجمه خطيره، صاحبه الامتار الاخيره، صاحبه الناموس، وصاحبه المفاجاه، وصاحبه الانتصارات، وصاحبه الزعفران، تاتينا بهذا التحدي، تاتينا بهذا الهجوم، تأتينا بهذا السلام، سلام يا المدام، سلام، سلام يا طويلع، سلام، سلام يا بن كليب، سلام، سلام على هذا الانتصار الذي تحقق في أشواطنا الأولى. تهانينا محمد بن سيف بن علي بن كليب. أما المركز الثاني شام راشد بن علي بن كليب، المركز الثالث مبارك بن سيل، المركز الرابع المسافري، والخامس بن كعيب، السادس الرميثي، السابع احمد المحرمي، الثامن بن سليم، والتاسع بن غدير محمد، والعاشر اظني بن دميثان. هذه النتيجه 4:36 التوقيت الذي تسجل في هذا الشوط. تهانينا والناموس لسيف بن كليب واخوه.